أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة مع بداية أسبوع سعادة وهنا يا رب على كل اللي بيتابعونا من خلال شاشة القناة الأولى، هيكون المطبخ فيه طعم تاني. عندنا الموزة دايما بناكلها مع خضار صينية، بندلعها. الموزة دي طبعا سعرها بتفاوت ما بين إذا كانت ضاني أو كندوز أو خلافه. أنا معايا موزة حلوة النهاردة بقري، هعملها النهاردة مشوية مع بصل مشوي، حاجة جديدة كده لأن بحب الموزة ما فيهاش عظمة بقى وحتة لحمة ملبسة وزي الفل. فإزاي نعملها مع بصل مشوي من خير أرضنا؟ معانا الأوزي. الأوزي ده أكلة مشهورة في الخليج وخاصة في المطبخ العربي واللبناني. الأوزي اللي هو بيبقى أوزي صغير بيتعامل معاه رز بالمكسرات، رز باللحمة المفرومة، بياخد بسلة وجزر. أنا هعمله النهاردة الأوزي بالخضار مع المكسرات، حاجة لطيفة برضو. هنعمله مع العيش أو مع الخبز أو مع عجينة الجلاش حسب الرغبة. بمناسبة الحر ودرجات الحرارة العالية، طبعا الشيف المغازي مش حارمكم من حاجة، معانا الآيس كريم بأنواعه. هنبدأ النهاردة مع بداية الأسبوع آيس كريم بالشوكولاتة، أنا شخصيا بحبه. شوف نعمله إزاي بيتي بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلف. هتعملي شوية قد كده توزع الجيران وحبايبك وأصحاب ولادك وبألف هنا وشفا. من بعد نعمل سموزي، الحاجات الجميلة الحلوة اللي هي بتطفي طبعا درجة حرارة الجو. أنا مش عايز أطول على حضراتكم لأن عندي تفاصيل كتير ومعلومة غير معلومة النهاردة، وإزاي أتعامل مع الموزة بسعرها الحلو وشياكتها في المطبخ بطريقة بسيطة وسهلة مع بصل مشوي. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. معايا موزه وزنها تقريبا عامل 650 جرام من جزار حبيبي كده، لقيتها طازه زي الفل، جبتها معايا النهارده. فتعالوا نعملها النهارده مع بصل مشوي. دي بتكفي اسره يعني مكونه من زوج وزوجه وطفلين، لان انا هعمل معاها بصل مشوي وهعمل معاها طبق تاني، فتبقى السفره هنا سفره قيمتها الغذائيه عاليه جدا. تعالوا نشوف نعمل الموزه ازاي مع بصل المشوي. البصل نوعين في السوق، البصل الاحمر والبصل الابيض. معايا الاثنين عشان برضو محدش يقول لك ليه الشيف جاب البصل الاحمر وساب البصل الابيض. تعالوا نعملها مع بعض كده. مقاديرها موزه وبصل، روزماري، بهاراتنا ملح وفلفل، شويه حبهان حلوين لان الموزه مع الحبهان اللي هو الهيل بيبقى طعمها حلو. والمقادير على الشاشه بسيطه وسهله في متناول الجميع. اه زي الفل اهو، تمام. طيب اول حاجه هبدا بيها هشوي البصل. اول حاجه نبدا بيها يا عم الشيف، الموزه مش هتاخد وقت كتير في السوى. تعالوا مع بعض البصل المشوي نشويه ازاي. هو ده معانا البصل الاحمر الحلو ده كده. هنجيب صينيه زي دي كده وناخد البصل ده يا عم الشيف بقشرته، وهيتحط في الفرن دلوقتي مع شويه زيت زيتون بالشكل ده كده. اه اللهم صل على النبي. حاجة سهلة كده تقدر تخش المطبخ تعملها بسهولة. شيل دي كده من هنا، نمسك البصلية دي كده زي ما هي تتحط هنا. نفس القصة، أنا عايز القشرة بتاعت البصلة لأن البصل ده لما بيتشوي بالقشرة بتاعته بيبقى فيه طعم المشوي، خلي بالك. أه طب إيه اللي هيتم بعد كده يا شيف؟ هتدخل القشرة مع البصل مع اللحمة؟ لا، أنا بعد كده باخد البصل ده بعد ما بتشوي، تكون الموزة بتاعتي استوت مع البوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم، وادلعها كده مع شوية شوربة على النار. وبعد كده أعمل إيه يا عم الشيف؟ أحطها في طاجن. هنشوف نعمله مع بعض إزاي مع بسلة وجزر. ممكن تحط لحمة مفرومة، دجاج مفروم، شوية مكسرات حلوين، شوية لوز من اللي قلبك يحبه كده، ونشوف نعمله مع بعض إزاي. بتعمل إيه يا عم الشيف؟ انا جبت بقوله كده حطيت فيها شويه زيت زيتون، حطيت شويه روزماري، شويه ملح، شويه فلفل، شويه حبهان بالخلطه دي الحلوه دي كده اهو، شايفين الجو ده كده، وبحطهم على وش البصل ده كده. اه ده الجديد بقى، البصل ده هيتشوي حلو قوي. بعد ما بتشوي يا عم الشيف بناخد قلب البصلايه يتعرف على الموزه، سواء بقى ضاني، سواء كندوز، سواء بقري،
سواء وزنها كيلو، واحدة ب 600 جرام 500 جرام زي ما انت حابب. هناخد البصل ده يا عم الشيف في قلب الفرن ونشويه دلوقتي مع بعض، والعود النعناع الحلو ده كده في قلبيهم. تمام، درجة حرارة الفرن تكون عالية معانا هنا، ونظبط النار بتاعتنا زي الفل، ونشيل الشبكة دي نخليها كده على الوش علشان يتشوي معانا بسرعة. البصل فيه سكريات، فيه مادة متكرملة أنا عايزها، آه زي ما هي كده مخرجنا الجميل. الصورة الحلوة مع بصل أحمر من خير أرضنا تتحدث عن نفسها بالشكل ده كده أهو. نقفل الفرن، نقفل الفرن. الشاورما بتجيب فراخ تسحبها في قلب البيت، يفضل الشاورما فرخة سليمة كاملة بعد ما تسحبها، يعني تخليها يعني تشيل العظم منها واللحمة كده زي الشعرة من العجين. حلو الكلام، وما تسيبش لحم مع العظم. بتعمل ايه؟ بتتبلها بزبادي، شوية حبهان ده أساسي. حلو، ايه الموزة الحلوة دي يا عم الشيف؟ ايه الموزة الحلوة دي يا عم الشيف؟ تقطع كده بالشكل ده كده، وبعدين تحطها في قلب التلاجة لمدة ساعتين، ده بالنسبة للشاورما. اللهم صل على النبي. وتطلعها تشويها في قلب الطاسة، وبألف هنا وشفا تلفها سندوتشات، تقدمها مع طبق فتة حلو كده زي ما انت عايز. شايفين الموزة الحلوة دي كده؟ اه، حتة لحمة زي الفل. معانا طاسة على النار، الطاسة دي بنحط فيها معلقة سمنة صغيرة، بصلاية ناعمة صغيرة، مع شوية زعتر محترمين زي الفل، ونارك تكون سخنة كده علشان ايه درجة الحرارة تنجزك بالشكل ده كده. معانا فص ثوم حلو، كل دول في قلب الطاسة يا عم الشيف، نحمرهم كويس. اللحمة بتاعتنا الحلوة دي بتنزل في قلب الخلطة دي تتشوح بالشكل ده كده، النار شديدة بالشكل ده كده اهو. يا بتاخدش وقت كتير في السوى على البصل بتاعنا ما يتشوي بالشكل ده كده اهي. الله، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ الفلفل الاسود يحب الموزة، والموزة تحب الفلفل الاسود، على الوش كده، وهنغطيها زي الفل. بس خلصت الموزة بتاعتي. تاخد الصدمة النارية زي الفل مع بعض. في الآخر بنطلع البصل المشوي بتاعنا الحلو ده كده، وكله مع بعضه في قلب الطاجن، وندخله الفرن تاني نغطيها. مخرجنا الجميل، إيه الحلاوة دي؟ صلى على الحبيب، قلبك يطيب مع موزة معمولة بحب. اه تمام، كل ما تقعد على النار كل ما تحلو وتبقى حتة لحمة ناعمة. هنبص عليها كده، مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ اه حلو قوي. يقول لك ايه؟ ما تبصليش بعين رضية، بص شوف المدفوع فيا. موزة حلوة وزنها 600 جرام، قطعناها بالسكينة، شوحناها على النار، خدت الصدمة النارية، حطينا لها شوية البهارات الحلوة، مش هغطيها ولا اجي جنبها، هدلعها لك دلوقتي. شكرا يا غالي حبيب قلبي. الطواجن كلنا عارفين، يا اما فخار يا اما بايركس ازاز زي ما انت عايزه، بس انا معايا موزه حلوه، ليه ما احطهاش في ازاز حلو كده يبان جمالها ودلعها؟ اه تاخد الشيشه الميه بتاعنا، حلو قوي، تكمل سواها كده. ناخد بعدينا ونشوف البصل اخباره ايه. خلاص استوت الموزه، واخده البهارات بتاعتها، الفلفل الاسود والبهارات الحلوه. اخبار البصل ايه هنا؟ هو ده الكلام. اللهم صل على النبي. اه بصل مشوي زي الفل. نشيل القشره بتاعته دي كده، الله، هي القشره سايبه نفسها. نحطه هنا كده، يلا خلينا نقدمها هنا احسن، انا شايف البايركس احسن. ده بصل اهوت، ده الجديد، حط هنا البصل اهو. عايزين الصراحه، يعني انا لو معايا البصل المشوي ده هسيب الموزه للحبايب والضيوف
واكل البصل المشوي اللي انا حطيت عليه روزماري وتوم وزيت زيتون. الله. مش عايزه تعمليها بموزه، ممكن تعمليها بفراخ نفس الفكره. تجيبي صدور الفراخ بنفس الطريقه، اللي مش حابب ياكلها ناخد الموزه بتاعتنا الحلوه نرصها كده في قلب الطاجن ده كده. وحاجه جديده، حته اللحمه الحلوه دي كده. الله، شويه الميه اللي نزلين منها والشوربه الحلوين دول مغذيهم انا. البصل الاحمر هنا هو سيد الموقف مع العود الروزماري الحلو ده كده، قرن الفلفل الحلو اللي شكله حلو هيدي برزنتيشن عالي للطبق. عينيا ادلعك دلوقتي. الله، ناخد البصل ده نحطه على الوش كده نفس الطريقه. خدتش وقت، شايفين البصل هنا؟ شايفين جماله ودلعه؟ نشيل ده من هنا خلاص، ملوش لازمه. بس خلونا للامانه، انا لما بيجي اللحظه اللي اقول فيها معلومه غير معلومه ما بقدرش ابخل بيها، عشان بحبكم قوي على فكره. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، قشر البصل ده للامانه ما يترميش. ده ما يترميش. تعملي ايه؟ بالمناسبه عندك ميه بتغلي على النار، خليكي كده ذكيه وابعدي عن مكسبات الطعم اللي بتشتريها من اي ماركت انت مش عارفه تكوينتها ايه ومصدرها ايه وايه التركيبه. بتاخدي البصل ده زي ما هو كده يا ست الكل وتحطيه في قلب الميه اللي بتغلي دي كده. هتعملي شويه رز صياديه او شوربه البصل، للامانه هتدعيلي كل ما تفتكريني. سيبهم يغلوا على النار في دقائق معدوده، هتعملي شوربه البصل في دقائق معدوده، هتعملي احلى رز صياديه. هناخد البهريز والذهب اللي نزل من الموزه بتاعتنا بالتوابل الحلوه. على فين مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون؟ ايه الحلاوه دي؟ ودرجه حراره الفرن كما هي، زي ما هي هتخش النار، وربنا يكفينا شر النار. زي ما هي كده هندخلها الفرن. هعمل تركايه هنا بقى، وارد انك تعمليها حسب الرغبه. معانا برغل في المقادير، البرغل ده مغسول ومنوع بتاع التبوله، اوعى تجيب فريك وتغلط الغلطات اللي كنت بغلطها وانا بتعلم لسه. البرغل ده دايما هو بينقذك، هتاخده منه شويه كده وتحطهم في قلبيها. يا ويلي يا ويلي، هو ده في قلب الفرن كمان. شو عينيا انا ازعلك حبيبي. ايه فايده البرغل ده يا عم الشيف؟ ده بيمتص السوائل اللي موجوده اللي هي الشوربه، بيدي فخامه للصوص بتاعنا، بيدي شخصيه للموزه الحلوه، ومن جاور السعيد يسعد بناخد شويه شوربه. شفت انا احتجت لها ازاي؟ درجه حراره الفرن 180، هندخلها الفرن تاخد وش. دي الموزه بتاعتنا، خلصت الموزه نخش على الاوزي. اللهم صل على النبي. بص عليها نظره الوداع، حلو، ثم اللقاء على السفره. درجه حراره الفرن عندي 180. خلينا نطلع طبعا الموزه من النار عشان ندخل الاوزي مكانها. هتقولي طب يا ابو غازي ليه ما حطيتش لحمه يعني؟ كنت حطيت لنا شويه لحمه مفرومين. ما انا معايا موزه، فانا مش عايز يبقى السفره بتاعتي فيها اكتر من نوع لحمه. شفت الموزه الحلوه دي كده؟ معاها شويه شوربه حلوين جدا. حلقتنا النهارده فيها بساطه، فيها سهوله، فيها مرونه. كنا حارسين كل الحرص ان احنا في عجاله نشرح حاجات مطلوبه مننا عشان جو الحر، ازاي نعمل الايس كريم بالشوكولاته، عملناها لحضراتكم بطريقه بسيطه وسهله. عملنا الاوزي بحبه البركه مع الخضار، عملنا موزه حلوه لطيفه بالبصل المشوي من خير ارضنا. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.